قبل ما نبدأ الحلقة دي بقول شكرا 25,000 صديق وصديقة على اليوتيوب. بس كده يلا نبدأ الحلقة دي. موقع EGRL، الموقع ده من المواقع المميزة اللي انا شفتها في السي بي ام، وكمان في اثبات دفع للموقع. موقع مميز وبقاله فترة برضو شغال، يعني مش ده مش اول شرح للموقع اصلا. وايه الموقع كويس لحد كبير، هو موقع كويس. فخلينا نبص كده على السي بي ام بتاعه. السي بي ام مميز مش وحش خالص، تمام. الناس كده ممكن تبص تقول لك لا لا السي بي ام يا عم وحش، مصطفى بيختار اي حاجه وبيقبل اي موقع. الكلام ده على فكره يعني هو تمام، ممكن يكون في جزء منه صحيح ان بقبل المواقع اللي بتجيلي، ولكن طبعا مش اي حاجه بقبلها. في ناس بقول لهم لا حضرتك عدل على السي بي ام بتاعك، السي بي ام بتاعك مش كويس، لا السي بي ام لا الريفرال وحش، لا كذا لا كذا، لحد ما بيعدل وبيخلي كل حاجه مظبوطه زي ما انا عايز، تمام. عندك هنا السعوديه 9 دولار وده متداول وكويس جدا، مالناش دعوه طبعا احنا بالدول الاجنبيه وكويسه لحد ما برضه. عندك الامارات 9 دولار والكويت 9 دولار ده كويس جدا. عندك بقى مصر 8 دولار وعندك المغرب 7 دولار وعندك الجزائر 7 دولار وده ممتاز جدا. هات لي موقع دلوقتي بيشغل مصر هتلاقيها مثلا 10 دولار وانت نازل، مفيش اعلى من 10 دولار، تمام. يعني 8 من 10 مش تفرق معاك كتير قوي، تمام. تاني حاجه برضو ان الناس اللي 10 دولار دول بيقللوا بعد كده، فكده كده 8 دولار كويس قوي. نروح عند مثلا العراق، عندك العراق 6 دولار ده كويس جدا. عندك تونس 6 دولار، تمام ده كويس جدا. فانت عندك الدول المتداولة على الانترنت العربي اللي هم العراق تونس الجزائر المغرب مصر ولبنان برضو ساعات وبعض الدول كده، هتلاقي ان السي بي ام بتاعها كويس جدا جدا، ما هوش وحش خالص، من 7 ل 8 دولار و 6 دولار ده كويس جدا، تمام. فانت الافريج بتاعك ممكن يبقى من 6 ل 8 ل 9 في الحدود دي، فده ممتاز، تمام. وده اللي موجود في معظم المواقع حاليا. يعني هنخش على البيمنت بروف نشوف اثبات الدفع بتاع الموقع. هتلاقي ان الموقع بيدفع الناس كلها زي ما انتم شايفين، في كذا اثبات، تمام، في كذا اثبات دفع على بيتكوين وعلى باي بال وعلى فودافون كاش، فده ممتاز جدا. كده احنا يعني عرفنا حاليا ان في دفع على باي بال وفودافون كاش و بيتكوين. نخش على ماي اكاونت عشان نعمل اكاونت بسرعه. هنخش على ريجستر نيو ممبرشيب، اعتقد كنا عارفين ازاي، اليوزر نيم الايميل بتاعك، وهنا تكتب الباسورد، تعيد الباسورد، تقول انا ريتروبوت وتقول له سبمايت بسرعه جدا. خلص الحاجات دي، تقول له ساين ان، تمام كده خلاص عملنا اكونت على الموقع. خش على الريفرال اول حاجه، نبص هنا نلاقي الريفرال 20%، ممتاز جدا جدا. خش على الاستاتكس بتاعتنا، موقع اي جي ار ال، يهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك، يعني الناس دي متفاعله، تمام. اللي بان يطلب السحب على فودافون كاش اتصالات فلوس واورنج ماني تقريبا كده سوف يتم الدفع في نفس يوم السحب، يعني دي حاجه مميزه جدا اعتقد. يعني لمن يطلب السحب على باي بال سوف يتم الدفع ثاني يوم من يوم السحب، يعني طلبت النهارده هيجي لك بكره، ده ممتاز جدا، تمام. يعني حاجه جميله، تمام. هنخش على الويز درو عشان نشوف اقل مبلغ للسحب. فنبص كده على الدفع، عندك باي بال 3 دولار، عندك فودافون كاش 1 دولار، اتصالات فلوس 1 دولار، اورنج ماني 1 دولار، بايونير 30 دولار، ويسترن يونيون 50 دولار ده كويس على فكره، والبيتكوين 5 دولار ده ممتاز، تمام. وسائل الدفع كتير لكل الدول العربيه موجود، وكل حاجه اللي انت عايزها موجوده، فالموقع حاليا متكامل جدا. لازم طبعا تكتب كل الكلام ده عشان تقدر انك تضغط على كلمه سبمايت عشان تقدر انك تسحب فلوس من الموقع، مش لازم يكون معلومات حقيقيه، فاكتب اللي انت عايزه عشان ناس كتير قوي بتعقد الموضوع ده. طبعا كلنا عارفين بقيه الخطوات وبقيه الحاجات، بسيطه جدا، يعني مش محتاجه اي حاجه. الاستاتكس طبعا دي بتلاقي فيها كل اعداداتك، كل حاجاتك، كل الحاجات اللي انت عملتها، يعني هنا الافريج سي بي ام بتاعك، هنا الريفرال يعني ده متوسط سي بي ام، هنا فلوس الريفرال، هنا الفلوس اللي معاك كلها، وهنا طبعا بتختار الشهر بتاعك، وهنا التوتال فيوز اللي جات لك، تمام، يعني كل النقرات اللي جات لك. هنا المانج لينكس بتاعتك لو عايز تشوف كل اللينكات او تخفي حاجه، هنا التولز بتاعتك ممكن تستخدمها لو عندك موقع الكتروني ولو حابب تختصر اكتر من موقع في وقت واحد، والسبورت طبعا دي لو عايز انك تكلمه، والسيتنج طبعا لو حابب انك تغير الباسورد، تغير الايميل، تغير حاجه في البروفايل، تغير تقريره الدفع، الكلام ده كله. بس كده يعني يا شباب، ده كان موقع النهارده، بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله، وان شاء الله يكون الموقع ده عجبك، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، انا عارف ان ما قلتهاش لكم في الفيديو اللي فات مع انه كان متصور، بس انا كل مره بقول ايه في اول فيديو هقول لهم كل سنه طيبين يا جماعه ومش عارف ايه، بس بنسى جدا، بقعد اركز في الحلقه جدا وبنسى كل الكلام. الحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى عن اليوتيوبر فشيخ، فاستنوا الحلقه دي لانها حلقه كويسه جدا، كلكم طلبتوها مني، اللي هي حلقه ازاي تقرا الاعدادات او اعدادات ايه، ازاي تقرا الاحصائيات بتاعه القناه بتاعتك بحيث انك تعرف ايه اللي تعمله عشان تجيب مشاهدات، لان دي بتاثر جدا، تمام. يعني مثلا لو فيديو فرقع معاك وجاب مشاهدات، ايه اللي تعمله
عشان تعمل فيديو مشابه لده ويجيب معاك نفس المشاهدات او اكتر كمان. ان شاء الله هنلعب على الكلام ده في الحلقه اللي جايه. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، شوف ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساش لايك شير سبسكرايب اي حاجه. فشكرا، سلام.